الأمراض الوبائية وخطورة الأمراض الوبائية، ازاي نكافحها، ازاي نتصدى ليها، ازاي نقدر نصنفها، علشان زي ما بنقول دايما انه معرفة المرض هو نص العلاج. هناك أمراض فيروسية وبائية وهناك أمراض عابرة للحدود أو أمراض وبائية عابرة للحدود، ايه الفرق بينهم وازاي نقدر نتصدى لهذه الأمراض الوبائية، وازاي نقدر يعني يمكن الأمراض الوبائية من الأمراض اللي موجودة أو العابرة للحدود بالذات موجودة على مستوى العالم كله، فمش هنقول ازاي نقدر نمنعها ولكن ازاي نقدر نحد من خطرها بشكل كبير. معانا دكتور أمل مختار، أستاذ فيروسات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، اللي هتجيب على كثير من الأسئلة في هذا الملف. بشكرك يا فندم على وجودك معانا النهاردة ونورتينا. أهلا وسهلا دكتور أمل. يعني الحقيقة أنه الأمراض الوبائية أو الأمراض الفيروسية هي أمراض نقدر نقول عليها موسمية أحيانا، وأحيانا يعني ترتبط بسلوك وما إلى غيره، ولكن الأمراض العابرة للحدود يعني هي أمراض لابد من مكافحتها بالشكل الأمثل، وبالتالي بتتطلب مننا إجراءات كتير جدا أكتر من الإجراءات صحيح. يعني إيه أمراض عابرة للحدود الأول، وإحنا بنبدأ منين أول ما بنعرف إن في مرض بدأ يدخل البلاد بالفعل؟ هي الأمراض العابرة للحدود اللي هي ترانس باوندري أنيمال ديزيز، اللي هي التاد. الأمراض دي ليها يعني احنا هنحاول بس نعرب الكلام عشان هي ليها خاصية انها بتقدر يعني تعبر الحدود من انتقال الحيوان لحيوان. هي ان هي طبعا أمراض حيوانية فيروسية، في فيروسات بتتنقل من حيوان لحيوان في مزرعة وخلاص على كده، لكن المشكلة ان الفيروسات دي ليها عندها القابلية على انها تتخطى الحدود، مثلا زي الحمى الكلعية بيوصل ان هو ينتقل من خلال 60 كيلو متر برا و 200 كيلو متر جوا بحرا، يعني من بلد لبلد. وبالتالي دي خطورة الأمراض دي، منها على سبيل المثال الإنفلونزا اللي هو إنفلونزا الطيور، وحمى الكلعية وحمى الوادي المتصدع، اللي احنا المرضين دول اللي هنركز عليهم النهاردة إن شاء الله، اللي هي الحمى الكلعية وحمى الوادي المتصدع. بنبدأ منين بقى؟ هنبتدي الاول نتكلم عن الحمى الكلعيه كلها، يعني نقولها ايه اعراضها، ايه بتتنقل ازاي، ويعني النصايح اللي نديها للفلاح عشان يخلي باله اول مربي، وبعد كده ننتقل للحمى الوادي المتصدع، وبعد كده نقول يعني نصائح مشتركه بينهم في اخر عشان يبقى طيب. خلينا نبدا بالحمى الكلعيه، ويمكن مرض الحمى الكلعيه من الامراض المعروفه، هي شائعه وتقريبا ما فيش فلاح او مربي جداً. ما يعرفهاش. ده حقيقي. لما نتكلم عن الحمى الكلعيه، ويمكن احنا كمان مع دخول فصل الشتاء أيوة. بيبدأ هي عندنا بدايتها سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، فعلا هي موسمية أيوة. بيبدأ عندنا يعني اتخاذ الكثير من الاحتياطات، الإجراءات والاحتياطات والاستعدادات كمان أيضا من قبل الوزارة والجهات المعنية. لما نقول انه خلاص يعني بدأ يبقى في تفشي أو وجود أو ظهور لمرض الحمى الكلعية، بنبدأ نتخذ الإجراءات منين؟ هو أول حاجة هو مرض فيروسي بيسيب الحيوانات كلها ذات الظلف، اللي هي الشيء الغنم والأبقار الماعز، كل حيوانات اللي هي ذات الظلف بتتصاب، بما أنه اسمه هو الحمى الكلعية فوت أند ماوس ديزيز، يعني الرجل والماوس البق، بيحصل فيه بثور على البق أو على الرجل أو على الدرع. طبعا لما بيبقى فيه البثور اول حاجه بتطلع حمى اللي بتوصل ل 41 درجه الحراره، بتوصل ل 41 وبتدي الحيوان طبعا بيبقى فيه الم، لان البثور دي كلها بتبقى مليانه وسائل، السائل ده بيعمل اريتيشن يعني بيبقى مقلق للحيوان، فبيقعد حوالي يوم بحاله وهو مش عارف ياكل ولا يشرب، بعد كده يحاول ان هو البثور دي تتفك تفتح وينزل السائل اللي هو الموجود فيها. بمجرد ما السائل ده بينزل بتنزل درجة الحرارة، لكن بتسيب على البق أو على الرجل وعلى الدرع ألسر، بتسيب تقرحات. التقرحات دي بتخليها يعني التقيحات مش عارف ياكل، مش عارف يمشي، بيجي له عرق، والدرع بيتوقف اللبن. يبقى احنا عندنا أعراض اللعاب بينزل سائل زيادة عن اللزوم نتيجة الالتهابات الموجودة في البق، بثور ماليه البق يعني باينه جدا على الحيوان، بيرفض الاكل تماما، اللبن بينزل للنص في اول يوم، بيحصل فيه نزول درجه الحراره بينزل اللبن للنص تماما، وبعد كده العرق اللي هو حتى ممكن توصل ان التهاب الظلف يفصل الهوف عن مكانه من كتر ما الالتهاب او انه يكون اتلوث بايه بكتيريا. طيب احنا دلوقتي الحيوانات دلوقتي
حصل لها كل ده، بقى فيه خسائر اقتصاديه كبيره. واحد، خسائر في الالبان. اتنين، الحيوانات الصغيره خالص بتموت، يبقى خسائر بعد الحيوان مع حمل، فتره الحمل كلها وانتظر ومولود، بمجرد ما اتولد مات، يبقى دي خسائر اقتصاديه. بعد كده خسائر في اللحوم، لانها الحيوانات بيهزل جدا، بيبقى هزيل وبينزل وزنه للنص، حتى بعد الحيوان ما بيخف، لان هي المرض دوت يعني ليه خطوره، وفي نفس الوقت ان هو من الامراض اللي هي مناعية، بترجع تاني الحيوان يتغلب عليه، بعد 7 لـ9 أيام ممكن يرجع تاني، يعني لو ما ماتش الحيوان أو يبتدي يرجع يعود لحالته، بس مش هيرجع بنفس الطريقة اللي كان فيها الأول، وزنه مش هيرجع زي الأول ولا إنتاج اللبن، فهيفضل الخسارة دي موجودة على طول. كمان الخسارة الاقتصادية، إننا مكافحة المرض والتعويض الفلاح. الخسارة تانية إن هي لو الحيوانات داخلة وخارجة البلاد بتتمنع دخول وخروج، يعني هيأثر على السياحة وهيأثر على التريد، على اللي هي مثلا البيع والشراء، حركة بيع والشراء الحيوانات. يعني حصل في إنجلترا في سنة 2001 وباء زي ده، وهي إنجلترا فري خالص من المرض دوت. لما جالها الوباء دوت خسرها 14 مليار جنيه استرليني، بس عشان مرض زي دوت، لان هو قضى على الثروه الحيوانيه بالكامل، واتقفلت البلد، ما بقاش يقدر يدخل ولا يخرج حد في الوقت ده، ولا المنتزهات ولا كل الاماكن اللي فيها يرض. فدي خسائر للتصدي او يعني لمناهضه هذه الخسائر. بالتاكيد الدوله بتضع الكثير من الاستعدادات قبل حدوث المرض، قبل الحدوث، يعني بيبقى عندنا خطط استباقيه واثناء المرض ولو لا قدر دخل. طيب خلينا نتكلم الاول عن الخطط الاستباقيه اللي هي التحسين، اللي هي التحسين. الدوله عامله في تحسين مرضين اللي هو هنتكلم عليهم النهارده، اللي هي الحمى الكلعيه والوادي المتصدع. الدوله عاملاهم اجباري ومجاني. اللي بيحصل تحسين كل 6 شهور، يعني في اكتوبر وفي ابريل. بالمربي لو هو يعني التزم بالنصايح، ان هو اول حاجه ما يدخلش حيوان غريب على يعني هيشتري حيوان جديد من السوق، ما يدخلوش على الحيوانات اللي عنده قبل ما يعزله لوحده، على الاقل هو المفروض 21 يوم، بس على الاقل 10 ايام بيعزله في مكان لوحده، ما يدخلوش الا اذا كان ما فيش عليه اي اعراض، ما يدخلوش. هو عينه على الحيوانات في الوقت دوت اللي هو قبل يعني وقت دخول الشتاء او البرد، يبقى عينه على الحيوانات، هو عارف ان الحيوان بتاعه بياكل ازاي، كميه الاكل اللي بياكلها. الحيوان ابتدى يتوقف عن الاكل، ارتفعت درجه حرارته، ابتدى يعني الحيوان يتحرك بطريقه يهز دماغه او يوطيها كده للارض، الرياله تبتدي تنزل من دموع من العينين نتيجه ارتفاع درجه حراره، يبتدي هو دايما عينه على الحيوان، يشوف اي حاجه غريبه يعمل ايه، يعزلها في مكان لوحده بعيد عن الحيوانات الثانيه عشان ما يعديش الباقي. في نفس الوقت اللي هو العامل اللي هي او المزارع نفسه هو اللي بيراعي الحيوانات، يبقى هيغير لبسه لما يجي، هو مش يعني بيدي اكل الحيوانات السليمه الاول وهيرجع يدي للمريض، يبقى يغير لبسه لما يروح للمريض بعد ما خلص، يغير كل اللبس اللي هو لابسه، الجزمه والكزلك، او لو هيلبس جلافز العامل اللي هي جلافز الجلد دوت، المرياله، كل الحاجات دي لازم تتقلع وتتغير. ما يروحش لمزرعه جاره الا لو عنده اي اعراض، ما يروحش هو لمزرعه جاره ولا يدخل جاره عنده، لان هو يا اما هينقله يا اما هو هيتنقل له تاني. فيبقى يحدد هو نفسه اقامه على اضيق حدود في الوقت اللي هو فيه الوباء، بيبقى عارف ان هو منتشر. طب لا قدر الله لو الحيوانات اتصابت، احنا هنعمل ايه؟ طبعا الفيروسات ملهاش علاج كمضاد للفيروس، لكن احنا بنعالج الاعراض. فدلوقتي هو الحيوان هيبقى عنده فيها حمى، يبقى هيجيب تشاش ميه بارده مش ساقعه، بارده، يعني الحيوان، ويبتدي البق بحمض البوريك اللي هي احنا كنا بنعمله للاطفال بس بنسبه 4%، وبوريك وجليسرين، حمض البوريك وجليسرين، وبيخلطهم ويعمل البق علشان يطر شويه الالتهابات اللي هي بتقلم للحيوان. ده نفس الحكايه بيعملها للضرع، الرجل بيغسلها بالايه؟ بالفينول اللي هو اليود، يعني بيغسلها ويطهرها عشان يمنع وجود بكتيريا. لو حصلت يعني عدوى تانية بكتيريا، هيبقى في صديد وفي بقى ايه، ممكن الهوف كله يتقطع، يتفصل الحفر. طيب يعني احنا بنقول انه يعني هذه الاستعدادات قبل حدوث المرض اللي هي كل سنه 6 شهور بنحصل. طيب ايه اللي ممكن يخلينا نحط معايير طارئه؟
هو احنا بالنسبه لنا احنا الفيروس ده مشكلته ثلاث حاجات. ان هو عدم استجابته للتحصين بشكل دائم الاول، كان كل ما يحصنوا يعني الحيوانات ما تستجبش بشكل كامل 100%، لان هو الفيروس ده سبع اترات ايه واو وسي وسات 1 وسات 2 وسات 3 واشيا 1. السبع اترات دول جيناتهم مختلفه، يعني ممكن يتصب ايه والحيوان يخف يتصب العتره او ممكن لو جت عتره ثانيه هي يتصاب تاني، مش بياخد مناعه ضده من هو يعمله عدم الاصابه. فكانت مشكله التحصين ان احنا التحصين المستورد. دلوقتي لما التقدم العلمي ابتدى ان احنا نتعزل من الفيروس، يعني الفيروس اتعزل عندنا في معهد البحوث صحه الحيوان وتقدم لمعهد المصل واللقاح في العباسيه، ابتدى ينتج منه لقاح محلي. اللقاح المحلي ده بيتجرب اكتر من قبل ما بينزل السوق، بيتجرب في على حيوانات هناك تجارب اللي هي يشوفوا اللقاح ده امن 100% وبيدي مناعه 100%، فبيتاخد على الحيوان. يبقى دي كانت اول حاجه اللي مشكلته كانت اللقاح. كانت تاني مشكله اللي هو التطاير لمسافات بعيده، ودي بقى هي مشكله اللي هي العابرات للحدود، اللي هي الفيروسات العابره للحدود. فاحنا دي هنحلها بايه؟ عدم انتقال الحيوانات اللي احنا في وقت الاوت بريك او وقت حدوث المرض، لان احنا عارفين ان هو بيوصل لغايه 60 كيلو ما يبقى في حركه الحيوان تقل. الحاجة الثالثة هي اللي هي الأمان الحيوي، هو 80% من أي ميكروب ممكن أتجنبه بالأمان الحيوي، اللي هي الحاجات اللي أنا قلت لحضرتك عليها، يتجنب دخول وخروج الحيوانات، اللي يجي جديد ما يدخلوش المزرعة قبل ما يتأكد، كمان الحاجات اللي بيجيبها من بره، لازم مثلا هيشتري منتجات صناعية للمزرعة بتاعته، لازم يتأكد من مصدرها، مش مثلا واحد باع مزرعته والمزرعة دي كانت عندها مشكلة فراح خد الحيوانات الحاجات الصناعية دي كلها مليانة ملوثة فهتنقله يعني مش بس ان هو سكريشن او افرازات، ده ممكن تبقى حاجات ادوات هي تنقله الحاجات دي. الاكل نفسه لازم يكون من مصدر معروف، مش من ما يجيبش مثلا مصنع مش معروف، يكون هو اصلا حاجات مفرومة من الحيوانات اللي هي مخلفات واديها له. يبقى لازم يكون المصادر الاكل لو بيزرع برضو بذور النبات، لانه هو مشكله الفيروس بيتنقل بكل الطرق بالحيوان بالانسان بالطيور، الطيور البريه يعني الدخول الانسان اللي العامل من حيوان لحيوان، فهو يتجنب ان هو اي حاجه ملوثه او جديده يتجنب دخولها لمزرعته. طيب قبل ما نتكلم عن يعني حمى الوادي المتصدى، خلينا نقول نصايح عامه للمربي في الايام دي او مع دخول اللي هي اول الشتاء. حاجه التحصين لازم، هو طبعا الهيئه العامه للخدمات البيطريه او وزاره الزراعه عموما بتشكل لجاء، يعني في وحدات بيطريه هو المفروض يستعين بيها. الوحدات دي بتقوم بعمل دايما دوريات بتكشف على الحيوانات، بتاخد سيرفي، بتجمع دم، بتاخد منه تشوف الاجسام المناعيه بتاعه التحصين دوت يعني كفء ولا لا، واي ابلاغ اي عرض يشوفه يبلغ في نفس الوقت على طول، ما يستناش لما الحيوانات تنتشر كلها. اهم حاجه عنده نعينه على حيواناته في الفتره دي، اي عرض يظهر يبتدي يبلغ. وطول ما هو متابع التحصين من اللي هو 6 شهور، مش يحصن مره ويسكت، لانها هيجي له تاني. لازم الست شهور والست شهور الثانيه في ابريل يحصن الجرعه الثانيه. هو لو حافظ على كل الحاجات ديت ان شاء الله هتعدي على خير ان شاء الله ويتفادى المشكله. طيب خلينا ننتقل لحمى الوادي المتصدع، وخصوصا ان احنا عندنا السودان بدا يظهر فيها بقره في شمال يعني السودان، واحنا يعني احنا والسودان يعني متقاربين قوي، يعتبر بلد واحده يعني بالنسبه للحدود، فدايما بيبقى ظهور عموما ظهور الامراض الوبائيه في الحدود او المناطق الحدوديه او البلاد الحدوديه اللي في بينها وبيننا حدود مباشره، بيبقى خلاص متوقع ان احنا هينتقل لينا المرض. خلينا قبل ما نتكلم عن السودان بالذات وحمى الوادي المتصدع، نتكلم بقى عن هو لما بيبقى عندنا بلد فيها بالفعل وباء او مرض وبائي، احنا يعني قد تكون موسميه عند حضرتك، عارفه طبعا ان احنا في عصر التغيرات المناخيه، يعني ممكن يحصل حاجه مفاجاه لبعض البلاد المجاوره، ده معناه ان احنا لازم نقفل الحدود. نقفل الحدود تماما.
هو يعني حمى الوادي المتصدع ده فيروس خطير، مش عادي يعني. يعني حمى الكلعيه اللي اتكلمنا عليه الاول ما بينتقلش للانسان خالص، ما سابتش انتقاله للانسان طول ما هو يعني اللبن واللحمه بناكلهم مطهيين، محدش انتقل له حمى كلعيه اساسا. لكن خطوره حمى الوادي المتصدع ان هو بينتقل للانسان. طيب هو بينتقل اصلا عن طريق ايه؟ بينتقل عن طريق البعوضه اللي هي اسمها ايديس، هي اللي هو الزعج، البعوض الزعج. الايديس دوت بيتغذى على الحيوان المريض، وبعدين بيضع اليرقات بتاعته، ممكن يحط يضعها في التربه الجافه، يعني في التربه تقعد جافه سنين طويله لحد لما يحصل ايه؟ لحد ما يحصل مطر شديد. اول ما المطر يملى الارض هتعوم اليرقات دي، فهتخرج من البيض، اليرقه هتخرج من البيض، يعني هي البعوضه حطت البيض بتاعها، ممكن يقعد سنين لانها جافه، الارض جافه. بمجرد ما الميه ملت الارض، يعني لازم مطر شديد، هيفي ريننج، فينتقل عن طريق الزراعه نفسها، اللي يروح التربه، يروح طالع من التربه، البيض ده يفقس ويخرج اليرقات. يبقى عشان يحصل المرض ده، يعني هو من نعمه ربنا ان المرض خطير لكن حدوثه صعب، يعني لازم يحصل بشكل مطر كتير، بعوض حامل المرض، يعني في الفيروس البعوضه محتويه في جسمها على الفيروس. ثالث حاجه حيوان قابل للعدوى. مش هيحصل غير للتلات حاجات مع بعض. ما ينفعش حيوان ما عندوش مناعه وقابل للعدوى لكن ما حصلش مطر، مش هيجي له حمى وادي متصدع. ما فيش بعوض، مش هيجي له حمى، لازم التلاته مع بعض. فعشان كده يعني ربنا حامي البلاد والدنيا من ان المرض فعلا خطير ومميت. طب المرض ده بيحصل ايه اعراضه؟ حمى طبعا، ارتفاع درجه حراره، اجهاض. كل الاجهاض بنسبه كام؟ 100%. يعني اي نعجه، هي دايما بيجلي للغنم اكتر من الحيوانات الماشيه. فهو الغنم النعاج، اي نعجه حامل في اي وقت من الشهور، في ايرلي او يعني بدري او متاخر، هيحصل اجهاض. بعد كده فيبقى دي اعراض ما فيش عليها غبار، يعني واضحه جدا، حمى، اجهاضات كامله، كل الحيوانات اللي ايه الصغيرين كمان كلهم هيموتوا. اليانج دول الاعمار الصغيره بيموتوا كلهم. طيب انت يبقى موجوده، لازم يكون في بعوض، لازم يكون عرفنا اللي هو المطر الشديد. فلذلك موضوع ان هي الانذار المبكر ده فاد بقى، يعني التقدم العلمي فاد ان هي الانذار المبكر ده. البؤر دلوقتي بالاقمار الصناعيه بالستلايت دلوقتي بتغطي كل العالم، فبالتالي لما بيحصل حدوث مطر في مكان وابتدي يتسجل ان المناخ هنا مجهز لحدوث الوباء، بيبتدي اللي يتوقعوا توقعات بان المكان ده مجرد وجود حيوان يحصل له حاله اجهاض، حيوان واحد، يبتدي تتبلغ منظمه الصحه العالميه WHO ان ايه في احتمال انتقاله للانسان. فيعني مش بيحصل مفاجئ ان واحد يعيا، لا ما ينفعش. تاني حاجه برضو من نعمه ربنا ان هو الفيروس ما بينتقلش من انسان لانسان. يعني هو لازم ينتقل من حيوان لانسان. طب هينتقل من حيوان لانسان عن طريق ايه؟ عن طريق ملامسه الجلد الانسان بالحيوانات المجهضه. الدم دوت يعني مثلا، يعني اكتر ناس هيبقوا معرضين طبعا الاطباء البيطريين او اللي هم العاملين في مجال مع الحيوان. مثلا الولاده بتبقى في تعسر وعسر ولاده، فيروح يحاول ان هو يولدها، ايده هتتلوث، حصل اجهاض، عايز يشيل المخلفات يرميها، الجنين المجهض، الافرازات اللي نازله كلها، لان هي ده مرض هيموراجيك بيعمل نسف. فالكبد بيبقى ايه؟ نسفي، كبد نسفي، فكلها كل المخرجات الدم اللي خارجه من الحيوان كلها دي اللي هتصيبه. يبقى اذا لو الانسان تجنب ولمست الحيوان بشكل من غير امن، يعني اتبع الوسائل برضو الامان الحيوي، انه هيلبس جلافزات طويله، وهيلبس ملابس اللي هي مثلا، وفي المجازر برضو للناس اللي عاملين في المجازر لو حصل بيلمسوا حيوانات برضو لازم يكونوا عاملين احتياطاتهم. انما من انسان لانسان ما حصلش، ما انتقلش لحد دلوقتي. خلينا نقول انه لو في حركه زي السودان حصلت. السودان اساسا بمجرد ما بلغت اتمنع خروج ودخول حيوانات عندها، يبقى هي نفسها ممنوع ان احنا ناخد منها ونعمل ولا نبيع ولا نشتري من الدوله اللي هي حصلت فيها، ولذلك في الخسائر الاقتصاديه رهيبه. يعني احنا دلوقتي عندنا حظر من نشتري من السودان. انا دلوقتي ابتدى اول ما وصل للخبر ان احنا ان السودان
اتعمل وزارة الزراعة اجتماع في كل الجهات المعنية، المعاهد البحثية والهيئة وكل، ان في طبعا اجراءات اتمت. اول حاجة هي منع حركة الحيوانات اللي هي الحاجات الحدودية. كمان اتنبه على الناس اللي في الحدود، البعوض طبعا بيرشوا الاماكن كلها، البرك اساسا المفروض ما يبقاش فيه برك ميه رائده، لازم تكون ميه جاريه. افرض في مكان فيه ميه رائده ومش قادرين نردم البرك، بنعمل اللي هو زيت البترول دوت، اللي هو نرميه على السطح عشان يبقى عازل، ان الايه البعوض يحط البيض بتاعه. الحكومه او الهيئه العامه للخدمات البطاريه طبعا عملت اجراءات. اولا فحص دوري على كل الاماكن الحدوديه، يعني احنا عندنا كانت في ماموريه الاسبوع اللي فات لاسوان، واتجاب عينات من حاجات من الحيوانات العاديه، بتتعمل سيرفي اللي هي الحيوانات المحصنه عشان نشوف الاجسام المناعيه، مستوى الاجسام المناعيه لو طول ما هو عالي يعني هيصد اي خطر هيجي له، يبقى دي اجراءات فحص الحيوانات، بفحص اللي هو الظاهري بنشوف اي حيوان ظهر عليه اعراض، كمان بنسحب عينات اللي هي الدم عشان نشوف المستوى المناعي، وكمان اي ابلاغ حاله بنروح نجيب العينات بتاعتها، مثلا حالات اجهاض بتتبعت وتتشاف، بتتعمل بالبي سي ار وبالعزل بالاجراءات اللي هي الموجوده في المعهد، ان هي يتاكد من انها الحاله سالبه للفيروس. وزي ما قلت لحضرتك طبعا ممنوع ان الدوله اللي هي فيها وباء بتفضل واقفه لحد ما تعلن انها خاليه تماما. وبعدين الحيوانات حتى لو هي مش من الدولة دي، لا بيبقى في حجر بيطري، اي حيوان بنشتريه حيوانات حية لازم تقعد في الحجر البيطري لمدة 21 يوم، ما تدخلش البلد الا ما تكون اتفحصت في ال 21 يوم دول ظاهريا، واتعمل اختبار انها سالبة للفيروس، واستنت كمان في ال 21 يوم لا قدر الله لو كان في حاجة حاملة للفيروس في فترة الحضانة يكون ظهر عليها المرض. خلينا يعني لو في امراض مشتركه بين الحمى القلعيه وحمى الوادي المتسطح، ايه اعراض؟ اعراض لا هم مختلفين زي ما قلت لحضرتك، هو الحمى بس يعني ارتفاع درجه الحراره، اللي حمى القلعيه منتشره اكتر في يعني اللي هيظهر عليه الاعراض الحيوانات الكبيره، رغم ان الغنم هو اكتر واحد بيتعرض، لكن الاعراض بتظهر بشكل ملفت للحيوانات الكبيره. هنا العكس، هم الوادي المتصدع الغنم الصغير هو اللي هيظهر عليه الاعراض. طيب هنا قلنا كلها مرتبطه بالبق وبالرجل وبالذرع، لعاب، بصرات واضحه جدا، وتوقف عن الاكل وعرج، وتوقف عن انتاج اللبن. هنا حمى واجهاض على طول، مفيش حاجه. طب لو لا قدر الله انتقل للانسان، هنا ايه الاعراض اللي ممكن تيجي للانسان؟ هنا مفيش، قلنا ما فيش اعراض، ما بتنتقلش الانسان. طب الوادي المتصدع لو انتقل الانسان، في اعراض خفيفه وفي اعراض ثقيله. الخفيفه ديت هتبقى شكل الانفلونزا، ارتفاع في درجه الحراره والام في المفاصل وفي العضلات. لو طبعا بيتاخد المستشفى وبيتعمل الاجراءات، ان هي برضو اعراض بالعرضيه، ان هي دي مخفض للحراره ومضادات وكل الحاجات ديت، هتزول بخلال الاسبوع ل 9 ايام بتوع اللي هم زوال المرض، وهيرجع الانسان سليم. لو لا قدر الله اللي هو الجزء الثاني او النوع الثاني اللي هو الثقيل، بيحصل ان ممكن توصل للعين، ان هي مشكلتها انها بتوصل للعين، بتوصل للشبكيه، ممكن تسبب العمى. او بتوصل للمخ زي الالتهاب السحائي كده، وده بيبقى نزفي وده بتؤدي للوفاه، بس دي نسبتها يعني لا تتجاوز من نص ل 2%، ما زادتش عن كده. يعني 1% هي اللي بتسبب الاعراض الثقيله دي، ويكون بقى ده يعني واحد قاعد بقى في المجزر وايده في الدم طول الوقت وفي الحيوانات المجهضه دي. طبعا يعني مش هنقفل اللقاء ده قبل ما نتكلم عن دور معهد بحوث صحه الحيوان، اللي بالتاكيد بيقوم بدور كبير جدا في مكافحه الامراض الوبائيه. هو معهد البحوث صحة الحيوان بيبقى عنده الدورين. الدور الأول إن هو لما بتكون مأموريات بتطلع لأي مثلا صاحب حالة بيشتكي إن عنده أعراض معينة، بتطلع مأمورية من خلال المعهد والهيئة بالتعاون معاهم، وبيروحوا يجيبوا عينات سواء المعمل الأصلي اللي هو في الدقي أو في المعامل الفرعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. بيتجاب عينات وبيبتدي يتفحص الاختبارات المختلفة في المعهد وفي البي سي ار وفي الاقسام المختلفة لحد ما يعرف المسبب للمرض، ممكن يكون بكتيري، فيروسي،
بارازيت بايسيتولوجي، اي حاجه سواء غذائي تسمم اي حاجه لحد ما بيعرف الايه مسبب المرض دي. الجزء الثاني للمعهد، النشاط الثاني ان هو بيعمل السيرفي بتاعه اللي هي الحيوانات المحصنه سواء الحمى الكلعيه او الوادي المتوسط. طول السنه بتاخد عينات من الحيوانات على انحاء الجمهوريه، يا اما بتتبعت او بتطلع مأموريات، يعني ممكن المعامل الفرعيه تبعت لنا او احنا نطلع ناخدها ونبتدي نقيس بالاختبارات اللي هي الإليزا في داخل القسم الفيروسات. بيبتدي نقيس التتر بتاع او المستوى المناعي بتاع، طول ما هو المستوى المناعي عالي معنى كده ان الحيوان صادد، ومعنى كده ان الفاكسين او اللقاح امن وسليم ومغطي الجمهوريه. شكرا جدا دكتور امل، ارجو ان اكون وصلت بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه. طبعا كتير من المعلومات الهامه جدا اللي يعني من وقت للاخر بتكون متنوعه وبتكون مختلفه، ويعني استفدتي واحسنتي. بشكرك جدا. شكرا جدا. خلصت حلقتنا النهارده واللي اتكلمنا فيها عن عدد كبير من الموضوعات، حتى الاخبار معانا يعني كانت اخبار دسمه. في ساعات الماضية والنهاردة كمان كان في حادثة اتكلمنا عنها في الفقرة الإخبارية. لما بيبقى عندنا مشاكل سلوكية كتير في المجتمع بيبقى عبء ومسؤولية على كل مواطن انه يكثف التربية اكتر على ولاده. عايزين نعلم ولادنا بقى الفترة الجاية ان الإنسانية دي هي دين الأول، يعني اعطانك الإنسانية ثم اعطانك أي دين. كتير جدا من دول العالم أو كتير جدا من المواطنين حول دول العالم لا يعطانكوا أي ديانات أصلا، ولكن عندهم الكثير من الإنسانية. الإنسان لابد أن يكون إنسان أولا. عايزين نبعد بقى عن فكرة أنه الإنسان لازم يبقى ليه مواصفات معينة، شكل معين. العنصرية اللي احنا بنربي ولادنا عليها في الآخر بتدمر المجتمع كله. اشكركم، اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة وحصاد جديد. تصبحوا على الف خير.